السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم هذا الأسبوع محاضرتنا راح تكون مكملة للمحاضرات السابقة اللي تخص الـ High Frequency Analysis بالنسبة للأمبليفايرز، وأخذنا الأناليسز بالنسبة للـ Bipolar Junction Transistor لSingle Stage. اليوم راح ناخذ الـ Frequency Response of Multiple Stage Amplifier، واللي نكون عندنا لما عندي أكثر من مرحلة الأمبليفاير أعرف أنه لكل مرحلة قد تختلف الـ F low اللي هو تردد القطع للـ frequency. وفي هذه الحالة إذا عندي اختلاف بتردد القطع للمراحل المختلفة للأمبليفاير المالتي ستيج أمبليفاير راح يكون عندي أقل تردد لأي مرحلة من عندهم، أعلى تردد عفواً لأي مرحلة من عندهم هو تردد القطع الكلي للأمبليفاير، على اعتبار هو أعلى تردد بالترددات القطع للمختلف المراحل. طبعاً وهذا شيء تقريبي. وبالمقابل أيضاً عندي الهاي فريكونسي، الكاتوف فريكونسي بالهاي فريكونسي للأمبليفاير ككل راح ناخذ، إذا كانت مختلفة ترددات القطع للمراحل راح ناخذ أقل تردد عندي بالهاي فريكونسي ونعتبره هو تردد القطع الكلي للأمبليفاير. مثل ما ذكرنا هذا حقيقة هو تقريبي على افتراض أنه الفرق بالترددات بين المراحل هو كبير يكون، لكن حقيقة بالبراكتيكال أمبليفايرز وخاصة إذا متقاربة هذه ترددات القطع راح تتداخل بيناتها، ومو سهل إيجاد التردد الفعلي، ولكن هذا الابروتش اللي هو التقريبي نقدر نستخدمه في تحليل الدوائر لتسهيل الحل. لكن لو في حالة وجود أنه الأمبليفايرز المالتي ستيج أمبليفاير لكل مرحلة هي متماثلة مع المراحل البقية، يعني عندي المراحل كلها نفس الكاركترستيكس نفس ترددات القطع، في هذه الحالة أقدر أوجد معادلة دقيقة توصف لي تردد القطع الكلي سواء باللو فريكونسي أو بالهاي فريكونسي. بالنسبة لللو فريكونسي راح يكون عندي الاف لو داش نرمز له اللي هو التردد القطع اللو فريكونسي للأمبليفاير الكلي للمالتي ستيج أمبليفاير، وبهالحالة راح يكون عندي الاف لو لأي مرحلة من المراحل على اعتبار أنه الاف لو هو متماثل للكل نفس القيمة مقسوم على 2 to the power 1 over n minus 1، وهذه القيمة راح يصير عندي بهالحالة تردد القطع يكون أكبر من تردد القطع للمرحلة المفردة، ومثل ما هسه نشوفها بالفقر. بالمقابل بالناحية الهاي فريكونسي نفس الفاكتور هذا اللي هو تحت الجذر 2 to the power 1 over n minus 1 راح يكون لكن مضروب بالهاي فريكونسي، ولأنه هذا المقدار هو أقل من واحد فراح يصير عندي هذا يقل الفريكونسي وهنا يزيد. الشكل اللي أمامنا اللي هو 1.48 يوضح لي بالضبط هذا الإفكت مال المالتي ستيج، وألاحظ أنه لو عندي الأمبليفاير لمرحلة واحدة الآن يساوي لي واحد هذا الفريكونسي ريسبونس إلى اللي هو الكيرف بالأعلى، تردد القطع راح يكون عندي لنفرض في هذه النقطة الماينس 3 دي بي، وتردد الهاي فريكونسي الأف هاي في هذه النقطة. لكن لو يصير مرحلتين من هذا الأمبليفاير راح ينزل إلى هالمكان هذا ويصعد عفواً باللو فريكونسي ويقل بالهاي فريكونسي، ونفس الشيء إذا أضيف ثلاث مراحل راح يكون عندي حسب المعادلتين هذه راح يكون عندي تردد القطع بالنسبة لللو فريكونسي أكبر وبالهاي فريكونسي أقل، ولذلك الباندويت في قل عندي كل ما يزيد عدد المراحل. هذه المعادلة ممكن تطبيقها بشكل مباشر لإيجاد قيمة التردد القطع في حال وجود عندي multiple stage amplifier وكل stage هي نفس المواصفات نفس تردد القطع باللو وبالهاي. بالمحاضرات السابقة أخذنا bipolar junction transistor ودرسنا مواصفاته والباندويث وترددات القطع باللو frequency وبالهاي frequency. اليوم راح ننتقل إلى junction field effect transistor،
واللي أنتوا أيضا تعرفوا ماخذين بالثاني وماخذين مواصفاته والبايسنج مالته، فما راح أدخل بتفاصيل البايسنج ومعادلاته واشتقاقاته، لا راح نركز على الفريكونسي ريسبونس، تردد القطع باللو وبالهاي فريكونسي. راح نبدي باللو فريكونسي أناليسيس، ومن ضمن الأمثلة اللي راح ناخذها راح ناخذ الدي سي بايسنج ضمن الأمثلة، ونشوف تردد القطع باللو فريكونسي كيف يتم حسابه. بالنسبة إلى دائرة الفيلد إفكت ترانزستور بشكل عام، هي الدائرة الآتية: عندي في جي جي اللي هو بايسنج، عادة يكون بالماينس للجيت، وهذا السورس مربوط بالأرض، وعندي الدرين، الأوتبوت يكون من الدرين عندي والأنبوت من الجيت، وأشوف أنه السي 1 والسي 2 اللي هي الكابلينج كاباسترز هي اللي تحدد لي ترددات القطع. الإكوفالنت سيركت بالنسبة إلى هذا النوع من الترانزستورز راح يكون عندي بالشكل التالي. لاحظوا أنه الجيت تعتبر أوبن على اعتبار أنه هو الفيلد إفكت ترانزستور، ممانعة الانبوت مالته جدا عالية لأنه بالريفيرس بايس يكون هذا الجنكشن، ويكون عندي الزد إن هي فقط الار جي المربوطة إلى الجيت من خلال المصدر. الكارنت سورس راح يكون عندي الجي ام في الفي جي اس اللي هي الانبوت راح تكون عندي، والار دي هي الاوتبوت امبيدنس بالنسبه للترانزستور اللي هو الفيلد افكت ترانزستور، والار دي تكون توازي، وبهالحاله عندي الزد اوت هي توازي الممانعتين كما موضح بعض المعادلات. الاحظ انه الزد ان هو الار جي فقط، الزد اوت هو الار دي توازي مع الار دي سمول، واللي هي تقريبا ار دي لانه في حالات اغلب الحالات تكون عندي الار دي هي اكبر من تقريبا 10 اضعاف الار دي سمول، وبهالحاله اقدر احمل الار دي سمول. ايضا الاي في في هالحاله هو الكرنت سورس في دائره الاوتبوت، وبهالحاله يصير عندي الماينس جي ام في لاحظ الار دي لانه هذا الكرنت سورس عندي، وعلى اعتبار انه الار دي سمول مهملة. خلينا ناخذ أمثلة، ومن خلال الأمثلة راح نعرف ونشوف كيفية استخدام إيجاد الـ DC Biasing وإيجاد الـ Lower Cutoff Frequency بالنسبة للـ Field Effect Transistors. عندي المثال الأول اللي هو رقم 15، عندي الأمبليفاير اللي موجود أمامي بالدائرة فيجر 51، والمطلوب من عندي إيجاد الـ GM، زد ان، زد اوت، والاي في اللي ينطيني اياها القيم. لاحظ هذه الاي دي اس اس والفي بي، واللي المفروض تعرفوها انتم الاي دي اس اس هو الكرنت اللي يمر بالدرين لما يكون عندي الفي جي اس 0، والفي بي عاده تكون بالماينس اللي هي الفولتيه اللي سالبه اللي اسلطها على الجيت نسبه الى السورس الى ان يصير عندي قطع بالتيار، يعني هي الكت اوف فولتج بالنسبه للفي جي اس. لما تكون عندي هذه الفولتيه بين الجيت والسورس ناقص 8، التيار يكون عندي 0 بالدرين والسورس. المعادلات اللي موجوده للحساب عندي: اولا اعرف انه الجي ام او اللي هي الجي ام لما يكون عندي الفي جي اس 0 واللي تنطيني الاي دي اس اس اللي هو 10 ملي امبير، راح تكون عندي هي عبارة عن 2 IDSS على VP ك absolute value، يعني قيمة مطلقة بدون الإشارة عندي بهالحالة، وراح يصير عندي التياران عندي الـ IDSS 10 ملي أمبير، فتصير 20 ملي أمبير على 8 فولت، واللي راح تطلع لي 2.5 ملي سيمنز. الGM، معادلة الGM، وهذه المعادلات ثابتة لل DC biasing بالنسبة للفيلد إفكت ترانزستور. الجي ام هي الجي ام او اللي هي في الزيرو في جي اس في واحد ماينس الفي جي اس على الفي بي، وألاحظ انه مثل ما قلنا الفي بي هي فولتية القطع بالنسبة، فلو كانت الفي جي اس بمقدار في بي هذا المقدار يكون صفر، والاوتبوت عندي يكون صفر. المهم عندي أنا هسه موجود عندي الـ VGS هي
ماينس 2 فولت لأنه هي باتجاه السالب عندي، فتكون عندي المعادلة 2 VGM نود أو 0 اللي هي 2.5 ملي سيمنز مضروبة في 1 ماينس ناقص 2 على ناقص 8، وطلعت عندي الجي ام هي 1.88 ملي سكند والملي سيمنز عفوا، واللي هي راح تكون الترانسديوسر بالنسبة لهذه الترانزستور في نقطة العمل الحالية الفعلية، لا في الزيرو ولا في القطع. زين الزد ان هي الار جي على اعتبار انه الجيت اوبن، والزد اوت هي الار دي لان اصلا ما موجود عندي الار دي سمول، فراح تكون عندي الزد ان هي 1 ميجا والزد اوت هي ار دي واللي تساوي 2 كيلو اوم من الدائرة. الان الاي في راح يكون عندي هو ماينس جي ام في ار دي فقط، وطلع عندي ماينس 3.76، هذا مقدار تكبير الفولتية بالنسبة الى هذه الدائرة. مثال اخر راح ناخذ، نلاحظ في هذا المثال ما عندي مصدر خارجي للجيت، ولكن الفي الفي جي هي زيرو في هذه الحاله مربوط الى الارض، وبما انه السورس ايضا مربوط الى الارض فلاحظ انه الفي جي اس هي زيرو عندي. اوكي المطلوب من عندي لهذه الدائره، لاحظ عندي الار دي مجهول، فمطلوب من عندي انه اوجد قيمه ار دي اللي راح تنطيني كبير بمقدار 10. عندي معلومات الفي بي والفي جي اس الاي دي دي اس والجي output source اللي هي 1 over R out أو R D. أوكي زين من هذه الدائرة أعرف أنه الـ VGS هي 0 ومعناها الـ GM تساوي لي الـ GM 0. الـ AV في هذه الحالة راح يكون هو minus GM في R D اللي هي R D توازي مع الـ R D small، والار دي سمول قلنا هي 1 اوفر جي اوتبوت سورس اللي هي جي او اس. لكن في نفس الوقت عندي الجي ام او حسابها 2 يكون عندي من هذه المعادله اللي هي مثل ما قلنا تي 2 اي دي اس اس على الفي بي واللي طلعت عندي 5 ملي سيمنز. الان الاي في المطلوب من عندي في المثال هو 10، يعني ما واللي هو يساوي لي ماينس جي ام 0 في ار دي توازي مع ار دي سمول. الجي ام نود او 0 تساوي لي 2 اي دي اس اس على في بي، واقدر احسبها من هذه المعادله واللي هي قيمتها 5 ملي سكند. الان اعوضها في هذه المعادله اللي امام الاي في، طبعا الاي في هو 10 راح يكون عندي ماينس 10 يساوي لي ماينس جي ام 0 مضروبة في RD توازي مع RD small. من هذه المعادلة أقدر أعرف أنه RD بالقسم على 5، فراح تصير عندي RD توازي مع RD small هي 2 كيلو أوم. وبما أنه أعرف أنا من قانون RD راح تساوي لي 1 over GOS واللي هي 1 على 20 مايكرو سيمنز، راح تصير عندي 50 كيلو أوم. الآن عندي الار دي معلومه والار دي سمول معلومه، الار دي كابيتال لازم اوجدها واللي هي قيمه المقاومه المطلوبه من عندي بالدائره، فاعرف انه مقاومتين توازي هو حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، ومن عندها اقدر اوجد الار دي واللي راح تطلع لي عندي قيمتها 2.083 واللي تقريبا هي تساوي 2 كيلو اوم، يعني ماكو ذاك الفرق لانه مثل ما ذكرنا لما تكون عندي الار بالتوازي أكبر من 10 أضعاف المقاومة اللي وياها الأخرى راح أقدر أهمل المقاومة الكبيرة بالقيمة. بس بالمحاضرة اللي موجودة عندكم الـ PDF هذه ما موجودة، بس ضفتها أنا رأساً كاتب لكم يساوي 2 كيلو أوم كتقريب، بس هي هذه القيمة وقربناها إلى 2 كيلو أوم. زين في هذا المثال راح نبدي نحسب تردد القطع اللو فريكونسي كت اوف فريكونسي بالنسبه للدائره. لاحظ في هذه الدائره عندي ايضا
موجودة عندي الجيت بدون مصدر معناها الـ VG 0، لكن الـ VGS هي مو 0 بالسالب، لأنه لوجود هذه المقاومة الـ RS بالـ DC biasing راح يكون عليه التيار اللي ما راح يولد جهد هنا عندي موجب، والجيت بالـ ground بالأرضي فراح تصير عندي الـ VGS بالسالب مو 0 مثل السؤال السابق. عندي هنا المطلوب من عندي حدد الـ RD والـ RS اثنين هما معلومة عندي قيمتهم اللي تؤدي لي إلى gain مقداره 8 بـ VG لاحظ تساوي لي ربع VP، يعني أنا عندي قيمة الـ VP اللي هي ماينس 4 أريد بقيمة VG تساوي لي ربع VP لازم أحصل gain مقداره 8 وأوجد RD وRS اللي تنطيني هذا الجين، بعدها أحسب تردد اللو فريكوانسي لو كت اوف فريكوانسي، واللي أعرف هنا أنا في حالة عندي السي 1 والسي 2 هي الكابلين كاباسترز أحسب لهم قيم التردد القطع لكل وحدة على حدة، وبعدين الباي باس كاباستر اللي هي سي اس أيضا أحسب تردد القطع لها. لاحظ أول نقطة أنا عندي معلوم أنه الفي جي لازم تساوي لي ربع الـ VP، فالـ VGS هذا عفوا VGS، فالـ VGS بهالحالة راح تساوي لي ربع VP، VP معلومة عندي ماينس 4 راح تصير إذن ماينس 1. التيار عندي معادلة التيار اللي معروفة بالنسبة للـ Field Effect Transistor هي ID يساوي لي IDSS في 1 ماينس الـ VG على الـ VP، هذا كله تربيع. وعندي القيم الـ VG موجودة عندي ربع والـ VP معلومة والتيار عندي الـ IDSS أيضا معلوم، فطلعت عندي الـ ID الكرنت بالدرين أو بالسورس هو 5.625 ملي أمبير. الآن من المعادلة اللي استخدمناها سابقا اللي هي الـ GM تساوي لي GM 0 اللي مقطعت عندي هنا في واحد ناقص VGS على VP راح تطلع لي الـ GM. الآن مقدار التكبير المفروض يساوي لي GM، شلت الإشارة مال الناقص لأنه هي ما راح تفرق عندي لأن هنا سالب وهنا سالب، فالماجنيتيود مال الـ AV المفروض يساوي لي GM في RD توازي مع RD small، أعرف أنه الـ RD small هي أحصل قيمتها من الـ GO سورس الاوتبوت سورس ادمتنس. عندي ايضا انه فرضنا ان من هذه المعادله ايضا عندي الاي في هو 8، الجي ام نود هو هذا 3.75 ملي سيمنز، ونعرف انه ار دي نقدر نقرب ار دي توازي مع ار دي سمول هي نقدر نقربها الى الار دي، وبهالحاله راح تطلع عندي قيمه الار دي 2.13 كيلو اوم. بهذا المثال حبيت انه اخليكم نخلي دائما القيم هي ضمن الستاندرد فاليو، وهذا موضوع ايضا المفروض انتم تاخذوه بالاول اللي انه انا عندي قيم المقاومات مو اي قيمه اقدر احصلها ككم يعني تجاريه موجوده عندي، القيم دائما تكون لها أرقام محددة، يعني أنا عندي الـ 1.8 كيلو أوم، 2 كيلو أوم، 2.2 كيلو أوم، و 2.7 وهكذا، وهذا ناتج من السماحية التوليرنس بالقيم بالتصنيع، فماكو كل القيم موجودة، فراح نبدي بهذا المثال بس راح لكشيء عملي راح نخلي قيم الستاندرد اللي موجودة بالعالم يعني مصنعة، فأقرب قيمة عندي للـ 2.13 هي 2.2 كيلو أوم. إذا ما مطلوب منك هذا المطلب أنه تخلي القيم الستاندرد ما يحتاج، تبقى تقدر تبقي قيمة المقاومة مثل ما موجودة. الآن من هذه المعادلات وجدنا الـ RD، الآن نحتاج الـ RS أيضا مجهولة عندي. في هالحالة الـ VGS تساوي لي شنو؟ minus ID RS، لأنه ذكرنا الـ ID هو نفسه الـ IS، ومروره بهذه المقاومة راح يولد جهد موجب بهذه النقطة، والجيت هو بالجراوند، فهذا راح يكون VGS السالب،
واللي راح يساوي لي minus ID RS. زين الـ ID أنا معلوم عندي والـ VG معلوم عندي اللي هو ربع الـ VP. فراح يصير ناقص واحد يساوي لي ناقص التيار في RS الحالة أو جدة RS اللي هي 177.8 أوم. وأيضا من القيم الستاندرد اللي هي أقرب وحدة إلى هذه القيمة هي 180 أوم. الآن المطلوب من عندي إيجاد تردد القطع، ومثل ما ذكرنا عندي اللي حدد لي تردد القطع اللو فريكونسي هو C1 و C2 اللي هي الكابلين كاباسترز والسي سي اللي هي الباي باس كاباستر. وبهالحالة أحتاج أنه أحسب قيمة التردد لكل وحدة على حدة وأشوف منو أعلى وحدة بيهم، هو هذا راح يكون تردد القطع للدائرة أو للأمبليفاير. بالنسبة إلى الأفلو جيت اللي هي C1 اللي هي C جيت نسميها، والC2 هي CD لأنه من الدرين 1 على 2 باي، واللي هو نفس القانون اللي استخدمناه بالبايبولار جكشن ترانزستور، هو نفسه يستخدم 1 over 2 باي RN C جيت، والRN هي 10 ميجا والC هي 0.1 مايكرو فاراد، ومن هذا طلع عندي تردد القطع 0.16 هرتز. بالتردد القطع من دائرة الدرين واللي هي C2 الكابلين كاباستر، لاحظ أنه عندي المقاومة RL هي 10 ميجا أوم، والRD عندي طلعت 2.2 كيلو أوم. فأيضا مجموعهم أقدر أحمل RD في هالحالة وأخذ فقط RLOAD لأنه قيمتها بالميجا 10 ميجا أوم، والRD هي 2.2 كيلو أوم. فراح يصير عندي تردد القطع هو 1 على 2 باي RL و C2 اللي هي CD، وأيضا طلعت عندي 0.16 هرتز. الآن تردد القطع بالنسبة للسورس اللي هي bypass capacitor FLOS تساوي لي 1 على 2 باي R equivalent CS. الـ R equivalent مثل ما أخذنا بالبايبولار جنكشن ترانزستور إنه ننقل الإفكت مع المقاومات من الـ input للـ أو من البيس للـ للإمتر، أيضا في هذه الحالة نحتاج أنه نوجد كأنه المكافئ الـ RE small، مكافئة للـ RE small هذا القيمة. فراح تصير عندي الـ R equivalent من هذا المكان بالدائرة، لاحظ هاي المتسعة، شنو الـ R equivalent في هذه النقطة؟ هي الـ RS توازي مع 1 على GM، GM حسبتها هنا هذه، فراح تصير عندي 180 أوم توازي مع 266.67 أوم، وراح تكون عندي 107.5 أوم، وأطبق القانون عليها وأجد أنه تردد القطع هو 37 هرتز. في هالحالة تردد القطع الكلي لهذه الدائرة هو 37 هرتز لأنه هو أعلى واحد مقارنة بتردد القطع الخاص بمتسعات الكابلين كاباسترز. نأخذ نفس المثال في مثال آخر، نفس المثال لكن الباي باس كاباستر ما موجودة، نلغيها. أوكي، يعني هذه نفس الدائرة راح نقوم بتحليلها بدون وجود ال CS. في هالحالة شو راح يكون عندي؟ بالدي سي باس ما راح يتغير عندي شيء، لأنه الفي جي اس هي نفسها، الاي دي هي نفسها اللي هي ناقص واحد وخمسة بوينت ستة 2.5 ملي أمبير، وال VGS أيضا هي نفسها ما تغيرت، وال RS تبقى هي 180 أوم، ولذلك راح يكون عندي التغيير هو فقط في ال AV في الجين. والقانون اللي موجود لحساب الجين في حالة ال Field Effect Transistor لما تكون المقاومة ال RS ماكو عليها متسعة باي باس كاباستر، الـ AV يساوي لي minus GM RD على 1 زائد GM في RS، على اعتبار أنه الـ RD small هي أكبر بهواي من 10 أضعاف الـ RD زائد الـ RS. نعوض عنها في هذه القيم، أنا الجين ثابت عندي 8 مطلوب من عندي، فالمفروض أوجد RD اللي تنطيني 8
جين في اي في جين بوجود الار اس بدون المتسعه. راح يكون عندي اعوض القيم في هذه المعادله ويبقى عندي المجهول هو الار دي، وبهالحاله راح تطلع عندي 3.573 كيلو اوم، واقرب قيمه ستاندر لها هي 3.6 كيلو اوم. اضافه الى الفاريشن بالار دي، تغير بقيمه الار دي، الحقيقه التغير الوحيد اللي راح يصير عندي بتردد القطع هو نتيجة فقط تغير RD، واللي هو هنا موجود عندي الـ F لو D. لكن أيضاً ألاحظ أنه قيمة هذه الـ RD ما مؤثرة بعد حتى مع هذا التغير، وزيادة قيمتها من 2.2 كيلو أوم إلى 3.573 كيلو أوم ما لها قيمة، ما راح تغير من معادلة التردد القطع، ولذلك راح يبقى تردد القطع عندي هنا بهالحالة. طبعا هنا ما راح يبقى هذا القيمة، لا راح يصير عندي تردد القطع، لأنه هنا أنا ما عندي هذه المتسعة، لاحظ احنا شلنا هذه المتسعة، فتردد القطع راح تثبت لي منه هذه المقاومتين، واللي هو ايش قد طلع عندي 0.16 هرتز. فهذه أيضا عندكم هذه لازم تعدلوها. راح يصير عندي هذا يكون 0.16 هرتز، لأنه التردد القطع اللي هو كان عندي الـ F لو S 37 هرتز ناتج من وجود المتسعة، أما في هذه الحالة فراح يكون عندي تردد القطع هو ناتج فقط من الكابلين كاباسترز واللي هي 0.16 هرتز. على المحاضرة اللي بعدها إن شاء الله راح نأخذ الهاي فريكونسي أناليسز بالنسبة للجي فت.